السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت حمادة اللي بعتك رزق؟ لا أنا ما اسميش حمادة وما أعرفش حد اسمه رزق. هتستهبل يالي؟ اركن على جنب لغاية ما يخلصوا الغسل. حاضر، معلش بس لمؤاخذة ما فيش حمام، السكة كانت طويلة. خلاص خلاص لو ما فيش أنا هتصرف، أرض الله واسعة. عايز تقضي حاجة يعني؟ تعال الله يجريفك، تعال. تمام يا باشا، اتفضل. امشي. ماشي. خد واد ودي الحمام. يلا. تسلم يا باشا، ايدك والسلاح بس حبيبي. وانت بقى روح هات الرجال اللي هيشيلوا النعش. يلا. بقول لك ايه؟ ننزل بسرعه قبل ما يجوا يشيلوا النعش ويمسكونا. طب يلا. يلا هم انت وهو. يلا. يلا بسرعه. يلا. انت انت وهو يالا. امي يالا. بعدين يا سكين، احنا لو خرجنا دلوقتي هيشوفونا. خلاص خلينا مرزيين هنا، لما الرجل تخف يبقى نخلع. ماشي. يلا هم انت وهو بسرعه. يلا. كميه السلاح دي. بتصفى يا راجل. قبل ما نتمسك عايز اقول لك على حاجه. قولي يا اختي. مع انك طلعت عيني بس انا بجد اتبسطت في الهروب معاكي. والله انا كمان بنت يا رانيا، بالاصل ان انتي بنت مستلوحه، بس انا كمان اتبسطت في الهروب معاكي. سكينه. ايه؟ مش احنا كده كده ميتين؟ اه. ما تيجي نعمل محاوله اخيره. يلا نزود ونجيب معلومات. نزود ايه؟ ما في حد هنا. العربية ده اخرها. تاني تاني يا رانيا، ما قدمناش غير مسكين. يلا يا بيت يلا.